السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي، جد سعيد للقائكم مرة أخرى. اليوم بإذن الله سأتقاسم معكم طريقة إظهار المقاطع الصوتية بنقرة زر فقط على برنامج وورد. ليس هذا فقط، فالطريقة تتيح لكم أيضا إمكانية التعرف على الحروف والمقاطع التي لا تنطق عند القراءة والعديد من المزايا الأخرى. وأتمنى منكم أحبتي تقاسم هذه الطريقة مع أصدقائكم، خاصة مع زملائنا الأساتذة الأفاضل والأستاذات الكريمات، أيضا مع أحبابنا التلاميذ. لا لشيء إلا لتعم الإفادة. إذا على بركة الله، سأخذ هذا النص أو هذه النصوص كمثال. بين قوسين فقط، من أعجبه هذا الخط أو هذا الآخر بالوورد فسيجد رابط تحميلهما أسفل هذا الفيديو. إذا كما ترون معي الآن، فقط بنقرة زر سأستطيع الحصول على جميع المقاطع الصوتية بهذه النصوص. سأقوم فقط بالذهاب إلى هنا سيلاب، بعد ذلك الآن لاحظوا معي بالنقر على هذا الزر فقط. انظروا كما ترون الآن، حصلت على جميع المقاطع الصوتية بهذه النصوص. أيضا كما ترون معي في آخر بعض الكلمات، بعض الحروف أو بعض المقاطع ملونة بلون رمادي، يعني أن هذه المقاطع لا تنطق أثناء القراءة كما ترون. طبعا فهذه الأداة غير مثبتة بشكل افتراضي بالوورد، لكن يمكنك تحميلها من هنا. رابط هذه الصفحة سأتركه أيضا أسفل هذا الفيديو. ثم بعد ذلك سنذهب إلى آخر الصفحة. من هنا يمكننا تحميل هذه الأداة ثم القيام بتثبيتها بشكل عادي. أيضا من هنا يمكن تحميل ملف به شرح لجميع مزايا هذه الأداة. وكي لا أطيل عليكم الفيديو أحبتي، سأترك لكم حرية اكتشاف الميزات الأخرى بهذه الأداة، وأتمنى منكم أن تتقاسموا أنتم أيضا هذه الطريقة مع أصدقائكم، خاصة مع زملائنا الأساتذة والأستاذات، أيضا مع أحبابنا التلاميذ. لا لشيء إلا لتعم الإفادة. وترقبوا عما قريب بإذن الله مشاركة جديدة ومفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.